دكتور، أمراض العصر اللي كلنا تقريباً بنعاني منها وأصبحنا نعاني منها في سن صغيرة، في سن الشباب، مو زي أول كنا نعاني منها مثلاً في سن كبير. الأمراض هذه هل يمكننا مع نمط حياتنا وعاداتنا وسلوكياتنا إنه إحنا نقي أنفسنا منها؟ أنت عديت الإجابة من في السؤال. نمط الحياة هو أساس المرض، هو أساس الوقاية. الأمراض زادت بسبب نمط الحياة الخاطئ. نعم. وعايز والوقاية يبقى أتجنب هذا النمط الخاطئ وأعمل modified lifestyle modification، يعني تغيير نمط الحياة إلى النمط الصحي السليم. طبعا نمط حياة خاطئ، غذاء صحي، الغذاء والوزن والرياضة. لماذا زادت إحنا وزننا زيادة؟ لو شفنا دي كرة الجسم في البحث اللي اتعمل في 100 مليون صحة، نسبة كبيرة جدا في دليل كتلة الجسم عالية، الأغلبية عندها كتلة الجسم عالية. الحياة الراكدة والكامنة والسكون، مفيش حركة، لازم الحركة. الوزن المثالي والحركة والغذاء الصحي. طبعا احنا نتكلم لسه عن الغذاء الصحي. غذائنا وجبات جاهزة فيها كوليسترول عالي، خليلة وفيها سكريات وفيها نشويات، ووجبات جاهزة سريعة مكتبة الطعم ورائحة، وعشان يديها الطعم بيكتر الدهون وكتر الملح عشان تدي الطعم، وبعدين هشرب مشروبات غازية بعدها. كل ديت هذه اللايف ستايل او نظام نمط الحياة الخاطئ طبعا. فانا عايز اصلح امراض العصر، لازم اغير نمط الحياة، احاول اوصل وزن مثالي، غذاء صحي، والحركة.